الطريق الملحاني في منطقة الكاظمية إلى جانب الكرخي من العاصمة بغداد. هنا تحديداً يوجد صانع الأثاث المأخوذ عن سعف النخيل أو الجريد كما يسمى محلياً. أبو عباس واحد ممن احترفوا هذه المهنة، ورثها عن آبائه وأجداده في محافظة ديالى، وامتهنها حتى يومنا هذا. هذا السوق قديم من زمان، يعني جيت بهذا السوق بسنة 2000، جيت هنا وهذا السوق موجود قبلي، يعني من زمن أبويا وأنا طفل عمري حوالي 5 سنين 6 سنين، ويا أبويا أعمل بالهوادر، هي موجودة هاي الشغلة. كان يسوون مال قصب مثل هذا، مال القصب يسوون أهل الناصرية، بعدين قام يجيبوا جاهز من الناصرية بالنسبة للقصب. أما بالنسبة إن نشتغل بالسعف، هي هاي شغلتنا من زمان، موجودين هنا واللي قبلي، أكو ناس بطلت تركت المصلحة وأكو ناس بعدت. يستخدم أبو عباس سعف النخيل رطباً قبل تجفيفه وبعد ثقبه بأداة تعرف بالسنبة، ثم يدخل سعفاً جففه وقطعه بأشكال منتظمة في هذه الثقوب، صانعاً بذلك كراسي وطاولات وأقفاصاً وأسرة من جريد النخيل. السعف هذا هدا شوفي نجيبه نبسات، يعني يكون ناس اختصاص يشتغلون بالسعف يجيوا يقصوا، وأكو ناس اختصاص يأخذوا يجيبوا السكلاتهم يقشروا من الورق، بعدين يجيبوا لنا السعف الأخضر اللي هو يثقب قابل للتثقيب، لأن شغلنا كله يدوي، يعني من الثقب السعف بالسنبة يدوي. لم تتدخل المكائن في هذه الصناعة، وبقيت المهنة خاضعة للجهد اليدوي باستخدام معدات بسيطة مثل منشار الخشب والدقة والساطور والسنبة. وبالرغم من انحسار الإقبال على هذا السوق، لكن هنالك طلباً كبيراً على هذا النوع من الأثاث لتجهيز الأماكن الترفيهية التي تعنى بالموروث الشعبي العراقي في إطلالتها. زينب المشاط، صباح العربية، بغداد.